يلا متخلينيش اقوم وامسكك يا سوسو. يا شاطر انا معايا سلاح كروكو. لا ما انت شاطر. ايه ده يا حبيبه انت جبتي حاجات حلوه هتاكليني معاكي؟ اكلك معايا. ماشي اديني واحد من المولتو ده. اكلك من الشيبسي بس عشان انت عندك حساسيه من الشوكولاته. لا ما انا خفيت خلاص. لا لسه ما خفتيش، بدل ما تتعبي وتكبري الكلام من بابا. خدي كل الشيبس اهو لوحدك كله اهو. حتى بالكباب. حلو. يا خبر. ده انا ناسي الدرس، تقول لي فيها صوص وتيجي جنب الحاجة الحلوة. ماشي ماشي يا حبيبة. أنا كبرت خلاص بقيت فاهمة كل حاجة. يا سلام الله على الشوكولاتة. انا شكلي تعبانة وعايزة انام. ايه ده ازيك يا سوسو؟ ايه ده؟ ايه ده انت نايمه ليه كده يا بنت يا سوسو؟ انت كلتي ايه؟ ايه ماما سيبني. كلتي ايه؟ سيبني لسه الحضانه. حضانه انت كلتي ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين اللي قالك كل الحاجات اللي فيها الشوكولاته دي؟ حبيبه مش انت عندك حساسيه؟ حبيبه يعني ايه؟ يعني ينفع اللي انت فيه ده؟ طب ماما سيبني. بصي ده انت طالع لك حاجات في وشك ازاي؟ مش مشكله هشيلهم. مش مشكله ايه ده؟ انا لازم اتصل بالدكتور. الو يا دكتوره ازاي حضرتك؟ معلش محتاجينك. لا احنا اسفين يا دكتوره، معلش احنا بنتعبوكي معانا. اه بالله عليكي بس بسرعه. ايه يا دكتوره؟ عشان سوسو شكلها كانت حاجه شوكولاته وحساسيه ظهرت في وشها تاني. ماشي هنستناكي ما تاخريش علينا. مع السلامه يا دكتوره. مع السلامه. قومي بقى لما الدكتوره تيجي يا سوسو. قومي يا سوسو. بصي الحساسيه عملت ازاي في وشك؟ اه انت ما شفتيش وشك في المرايه؟ طب قومي بقى لما الدكتوره تيجي تشوف هتعمل لك ايه يا سوسو. انت جايبه لنفسك الكافي خلاص بقى. اتفضلي يا دكتوره اتفضلي. السلام عليكم. ايه ده يا سوسو؟ ايه اللي حصل لك يا سوسو؟ الف سلام عليكي. طيب انت عندك حساسيه يا سوسو كده ما ينفعش. يا سوسو انت سخنه خالص يا سوسو. ما تاخديش حد من الحضن والبوس يا سوسو طول ما انت عيانه. ما تاخديش حد وتبوسي حد. انت مصممه تعديني ولا ايه؟ ما ينفعش يا سوسو. انت كلت الشوكولاته؟ لو قلت لك ما تاكليش اي حاجه شوكولاته؟ اكلت اسمولتو قد كده. اسمولتو؟ ايه واحده شوكولاته قد كده وواحده كمان شوكولاته قد كده. عشان كده. حلو كده اللي حصل لك؟ شايلاها مش منبهه عليك يا سوسو انك ما تاكليش شوكولاته عشان غلط وبيجي لك حساسيه يا سوسو؟ ها؟ ينفع كده؟ ولا ايه؟ اسمعي الكلام يا سوسو. بس استني شويه. بس اهدي بقى اهدي اصبري يا سوسو ما توقعهاش يا سوسو عشان نشوف درجة حرارتك. هو انا كل شوية سوسو قابل ايه عاملة نصيبة كده يا سوسو برضه؟ اهدي عشان نشوف درجة حرارتك. اهدي يا سوسو اهدي يا سوسو. بس يا سوسو بس عشان ال عايزه جهاز انعاش؟ اجيب لك جهاز انعاش اكهربك؟ اهدي
درجة حرارتك عالية يا سوسو، وانا منبهة عليك يا سوسو ما تاكليش شوكولاتة هتتعبي، هضطر اديكي الابن. طب انا ذنبي ايه؟ انت قايله لك ومنبهة عليكي عندك حساسية من الشوكولاتة ما تاكليش شوكولاتة. مش هاخد عينيكي وكده. مش هاخد ايه؟ لا لا سوسو اسمعي الكلام زي الشطر كده، اتفردي كده جنب الدكتوره عشان تديكي الابره على طول. لا ما تخلينيش اقوم وامسكك يا سوسو. مش هتعمل، انا معايا سلاح كله. لا ما انت شاطره لوحدك كده نامي وخدي الابره. لا لا يا سوسو، لا مفيش، لا يلا لا لا تعالي بقى عشان اديها عشان انا هروح العياده. لا لا يا سوسو لازم اقوم ولا لازم اقوم؟ لازم اقوم يا دكتوره. لا لا يا دكتوره انا ما فكرتهاش. اديت لحوم البشر اللي انت مخلفها. عيب يا سوسو عيب. دراعي كانت دراعي كانت دراعي يا قوي. اه يا سوسو عيب يا سوسو. ادي ابن ساعة 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 ادي ابن ساع